احتفالاً بيوم البصريات العالمي الموافق 23 مارس في كل عام، وتشريفاً لرواد المهنة، فقد تم اختيار أحد رواد البصريات الذين كان لهم إسهاماً واضحاً في نهضة البصريات للاحتفاء به، ألا وهو دكتور محمد الحسن العوض. إنه شخصية فذة لمع نجمها في سماء العلم والمعرفة. بدأ رحلته في عالم البصريات بعد إتمامه للدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة، حيث تنقل بين أروقة جامعة أوستن وجامعة برادفورد، مكتسباً المعرفة والخبرة التي مكنته لأن يصبح أحد أبرز علماء البصريات في الشرق الأوسط. عقب عودته إلى أرض الوطن، بدأ مسيرته المهنية في النهوض بكلية علوم البصريات، مرتدياً ثوب الباحث والمعلم والمرشد في آن واحد، كما أصبح عضواً فاعلاً في العديد من اللجان والمؤسسات العلمية، مساهماً بجهوده في تطوير المناهج الدراسية وبرامج التعليم في مجال البصريات. كان للعوض دوراً بارزاً في تأسيس وريادة كلية علوم البصريات، حيث عمل عميداً وموجهاً ومشرفاً على تدريب وتعليم أجيال من الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد علماء وخبراء في هذا المجال. لم تقتصر إسهاماته على الجانب الأكاديمي والعلمي فحسب، بل امتدت لتشمل العمل الاجتماعي والنقابي، حيث تبوأ مناصب قيادية في اتحادات وجمعيات طبية وبصرية، مساهماً في تعزيز دور المهنة وحقوق العاملين فيها. تعددت إسهاماته في مجال البحث العلمي، حيث نشر العديد من الأوراق البحثية في مجلات محلية ودولية مرموقة، وأشرف على العديد من الأطروحات العلمية، مسلطاً الضوء على قضايا مهمة في علم البصريات ومساهماً في تطوير هذا المجال. دكتور محمد الحسن العوض بجهوده وإنجازاته يعد مثالاً يحتذى به في التفاني والإخلاص للعلم، صانعاً إرثاً علمياً وتعليمياً غنياً يستفيد منه الباحثين والاختصاصيين في مجال البصريات لأجيال قادمة.